يحفيك اخويا والله يكبر بيك وعارف اللي كاين ان شاء الله. انا غادي نتقاتل الماكسيموم باش دابا نشوف اللي شغل نصرح النيف مش على قيبالي غير على قيب الناس اللي تيقن فيه وحق ليه. لو كانت حسيره في الوقت غنجيبها ان شاء الله في الجابون ان شاء الله. المهم نحن قادمون باش ما نبغاو الضربه اللي تجي فيهم باش تسني تقوي وتخلي مولاها مقتول. حنا نخدمو ونتقاتلو والكمال لله وهذا هو البلان. وبوشينا عندهم الصلاه يشوف عليك حيت جا خويا ودايز فينا قبيلاتنا واخا ما عمري ما دويش معاك ولا شي حاجه ولكن نقدر هذيك اللعبه ديال فهمتي الشخصيه ديالي ولقيتها قريبه من الوالد ديالك وعرفتيني كنبغي الخير لخوتي وصافي هادشي اللي كاين. ويتشوف عليك الصافي خويا كاين الناس اللي كيدخلوا فلوس بالانستغرام وبيوتيوب وبندو على نفسي. انا ما عمري دخلت شي ريال من الانستغرام ولا يوتيوب. انا ديال هادشي كنبارطاجي مع خوتي اللي كاين. انا رزقي كنجيبو على كتافي هادشي اللي كنعرف كنعرفش نتحلمون بهادشي. ويا خويا ندوز مدام في الكويت بعاد على ولادي بعاد على عائلتي ندوز راسي هنا فين كتحس بالغربه ديال بصح. ولكن هاد الطاقه السلبيه كنحاول نرد ايجابيه وديك غاده من خارج في البارة باش على الاقل نتنفع منه في لوكور ديالي. هادشي اللي اكثر القاب في الكويت ولا كون اشرف التجهيز ديالي ان شاء الله باش على تسلموا مستوى يكون توب 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 ان شاء الله. البطولات اللي غنحاول نشاركهم هاد العام ان شاء الله يكونوا جوج في الخليج يسهل فيهم الله وحده تكون في. هذا سؤال زوين. من الاحسن بحال اللي كندير انا وكيت وكاع لي زاطي الكبار وجبات صغيره ومفرقه وشمسيني. ملي كتاخد وجبه كبيره تقريبا ثلثين ديالها حاشا كتمشي مع الحمام وما كتستافد والو. وجبه صغيره كتستافد مزيان. قالوا لك تجديد الرياح بما لا تشتهي السفن. بعد خلاص تجي كتكون غادي ناضي فاضي وهذاك زوين ولكن كتخرج شي حاجه من الجنب اللي انت بعيد على كل الاراده ديالك. انا عملت اللي عليا وطلعت نيفو لكن للاسف التحكيم. اول حاجه باش تشارك في اللعيبه ديال اختيار المنتخب الوطني خاصك ضروري تكون بطل تكون ديجا ضارب بروميير ولا دوزيام في بطوله المغرب او كاس العرش. ما عندكش هادو راه ما غادوش في هذيك اللعبه ديال الكاليفيكاسيون. وكنفتخر بالمغربي ديالي سيتو ملي كتجي بلاد السعيده. يعني كندوي على تطوان انها زوينه كندوي على طنجه كندوي على مراكش كندوي على اكادير كندوي على كازا الرباط فاس مكناس صويره كاع البلدان كندوي عليهم على اساس بلادنا فيها ميت. ماشي كنخلي بنادم داوي حيت هذاك الشيء اللي كنفكر فيه انا ما غيفكرش فيه ديك انا اللي غيدوي عليا. هو كيشوفني بواحد الطريقه اللي بغا هو اما الطريقه اللي كنشوفها انا ما غيفهمهاش هو. داك الشيء انا كلامه ما كيزيد ما كينقص عليا وشمشيني. انا حاط الاوبجيكتيف ديالي انا كنتقاتل عليه. خويا اول حاجه داكشي مكاتب داكشي مكتب ديال الله وشمتيني في ارضات الوالدين وفي ارضات صحابك وعشرانك وارضات الشعب المغربي عليك. هذه هي كتعاون وفي انك خاصك تقرا ويكون عندك دبلومات. هادشي اللي كاين اخويا ما فهمتش السؤال ديالك. انا غنقول واحد القضيه. اي بلاصه فيها كتلقى فيها الرجال وكتلقى فيها الرعاون ولكن البلي بار ديال الناس اللي تعاش معاهم في الكويت تقريبا البلي بار كلهم رجال وكلهم كيف ما كيقولوا نهزهم على راسي. ولكن المغرب كتبقى بلادي واي حاجه غتوقع ديما كنعزل بلادي. هذا هو الفيلم. بزاف الناس كيسقطوا لي واحد الاسئله هادو تقريبا دابا حاليا شي 86 ميساج وصل. سي نورمال اخويا حنت عايشين معايا في ستوريات عارفين كيفاش كنتصرف عارفين يعني عارفين الشيء اللي داخل ماشي اللي على برا. داكشي اش عزز عليكم واش على شريان كاين خدمه دابا ان شاء الله. هذه المره ديالكم تجهيز من اكبر كابتن لينا في الكويت الكابتن سالم العنيزي صاحب اكبر تحية خاصة نازل خريف كاع. راه شوف انا الشعب المغربي كامل عزيز عليا ولكن عندي ديكاس نازل خريف كاع حيت طلبوا مني ديكاس. هذا هو البلان الصعب. بيس محمدية في كلمة ما نقدرش نقولها في كلمة نقولها في جملة. محمدية فيها الرجال وفيها الناس عزازين عليا وطلعت معاهم في بزاف ديال اللي صال وفيها عبد الله عشيري عباط والصابريط. هذا هو البلان الصيف. يا سلام بيكا. حاليا عندي كنفكر في ثلاثة البطولات وكاينين جوج في الخليج وواحدة كاينة في الجابون. المهم انا حاط البلون ديالي دابا حاليا كنخدم على البوان فيبر باش نكون في اوج عطاء ديالي باش نشرفكم. الله يخطيك والله يكبر بيك. وهاد الكلمة كتعني لي كتير ان بنادم كيحبني وكيفتخر بيا على شي حاجة. الله يخطيكم عليا وان شاء الله مازال نديرو شي حاجة نشرفو بها البلاد ديال بصح ان شاء الله. هذا هو البلاد.
صراحة عمري ما كنت وصل لهاد النيفو، هذا النيفو ديالي كان يبقى محدود. لكن جيت هنا قريت وتعاشت مع أبطال وخديت أفكار وخديت بزاف ديال الأسرار، داكشي عاوني بزاف. ومازال مازال غادي تشوفوا نيفو آخر إن شاء الله. هذا هو البلان. الإحساس ديالي غادي نقول لكم في جوج كلمات. هو داك النهار فاش كنت في البطولة وجاتني البكية، هذاك هو الإحساس اللي حسيت بيه ملي كنشوف 50,000 ديال البشر متبعيني وكتفتخر بيا وكدعي معايا. اللي خطاكم عليا الرجال خويا ما كتكونش واكل مزيان، كيكون اللوكور ديالك واكل الدق متحطح، يعني الخدمه عندك فيها الاكتيفيتي بزاف. اول حاجه خدك ملتي فيتامين وتشربو مع الصباح، غيدير معاك شويه مزيان. وكل الكارب مزيان قبل ما تمشي تريني. الله يخطيك خويا، والله يكبر بيك. وشوف كيقول لك الاكتراج راك دور بك رجال، والاكتير عوان راك دور بك قشر دجال، والاكتراج في ما كتعيش وفي ما كتدير بلاصتك. وهذا هو البلان اخويا، الحمد لله. لونطري ما شوف، بالنسبه للناس اللي عندهم تنشيف يحاول يجي قبل الفطور بواحد نص ساعه، يدير فيها الكارديو ويجيبها مع الفطور، ومورا الفطور مورا تاع مورا مورا صلاه العشاء يمشي تريني. هذا هو الفيلم. الله يكبر بيك اخويا ولا لا خطيك، وان شاء الله مازال نحن قادمون. راه ماشي صافي طلعت فورما غادي، لا راه طلعت فورما، والمره الجايه نطلع فورما احسن من فورما، وبقى غادي الفورما غادي وكتزاد، تنوصل شي نيفو ان شاء الله اللي خيالي، ونشاركوا في مستر اولمبيا ان شاء الله. خويا بالنسبه للعمل الخير، كون ما كنتش كندير الخير ما ربي ما غادي ما غاديش يفتح لي بزاف البيبان، فهمتيني؟ كاين شي حوايج بيني وبين راسي كندير ما عمر شي واحد ما نقولهم ليه، يعني على طول العام، ماشي غير في رمضان ولا العيد الكبير، على طول العام كنديرو هادشي. لا 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 والله يا خويا، انت كيمني بزاف، كيمني بزاف، غير ما كتقلبوش عليهم وما كتشيرشوش عليهم، كيمني بزاف اللي كيفيدو. اللي كاين رجال الحمد لله في المغرب، والله الا كاين رجال. هذا هو الفيلم، هذا هو البلان اخويا. ما كرهتش نهود دابا قبل غدا، وحق ليلة يلاه، راه ما تصورش شحال توحش بناتي، شحال سيرتو انا معاشر معاهم، سيرتو مع صحابي وما كلشي. مش عارف شهر 8 ان شاء الله ننزل خويا. ما خاصك والو، خاصك تكون عندك فورمه زوينه بطبيعه الحال، وتكون البلاصه اللي كتريني فيها كون مخلص الخير. كتمشي كدوز الميزان ديالك، كتخلص 50 درهم باش كيعطوك الباسبور ديالك، صافي كتشارك عادي. هذا هو الفيلم. الكلمه هادي اش نقول لك، كتحفزني وكتعطيني واحد القوه باش نزيد مازال نخدم على راسي، ومازال نبين ان ولاد الشعب قادرين يوصلوا، يعني بلا ما يكون باك صاحبي بلا حتى حاجه، راه بدرعنا نجيبوها. السطور غنديرو غنجاوب على بزاف الاسئله، اللي ماشي اسئله، بزاف الناس كيقولوا لي الزمور في كلمه، تيتون في كلمه، نهضر في كلمه. اللي غنقول لكم حنا كاملين خوت من طنجه للقويره، من الشرق للغرب ومن الجنوب حتى الشمال، فهمتيني؟ حنا كاملين خوت. الله يخطيك، و هذه ادول هذه الحاجه اللي كتشغلي راسي بزاف، وان شاء الله مازال غادي نفرح خوتي المغاربه، وان شاء الله نجيب كاربون. شوف ترى نحن قادمون، اليوم غدا بعد غدا غنجيبها ان شاء الله. خويا شي مغاربه والله الا عندهم كتله عضليه وناشفين، ولكن للاسف لجنه التحكيم هي اللي كتفرض عليك انك تطلع بهذاك لوكور لاصق بزاف. شحال من واحد منهم انا ومنهم بزاف الابطال اللي طلعوا كبار وناشفين، كيقولوا لهم لا خصك تطلع لاصق، فهمتيني؟ خويا مواد، هذا شرف ليا نطلع انا وياك كومبيتيسيون وحده، والله شرف ليا. اصلا الطول ديالك انت طول مني شويه، انا نهز درابو وانت تهز درابو، وغاتصدق هاد العيبه هادي. غنقادو شي بلان انا وياك، شي بروغرام انا وياك، ونديروه ان شاء الله. علاش لا؟ طلعوا للجابون اخويا. بزاف الناس كيوصل رمضان كيتخلعوا، وناري غير بشي العضله. رمضان دار باش نصليو فيه ونتقربوا من الله. صلي صلاتك، كل ما كلتك وسير تريني، وتا حاجه ما غتمشي لك اخويا. البسيشيك ديالك هو اللي كيخلي لك تاكل من العضله. صراحه لقيت تقريبا واحد 75% كلها غلط في غلط. الا لاحظتوا لوكور ديالي والفورمه اللي لعبت بها في هذه البطوله الاخرى، ماشي هي اللي كانت في المغرب. وهنا غيبين لكم اني كنت كندير 75% ديال الاغلاط. اخويا بالنسبه لبناتي انا عشيرهم قبل ما نكون باباهم، يعني كنضحك معاهم، كنخرج انا وياهم، كنشطح انا وياهم، يعني كنتحاور انا وياهم، كان عادي. اي حاجه غتبغيها بنت وتكون مقتنعه بها، غادي نعاونها فيها من الاخر. يعني كنفتخر بالمغربية ديالي، ماشي كونني كازاوي، انا من المغرب، انا بطل الخلاوه الدراري، بطل الشاب، كنتاني لجميع البلدان، وكلكم كنحبكم، كلكم عزازين علي وربي اللي عالم. وهذا هو البلان. الله يحفظك ليا بطل، والحمد لله كاع الدراري اللي عندي هنايا، سواء قدي في لاج ولا كبر مني ولا صغير مني، حنا كاملين خوت الحمد لله، ما كاينش شي واحد احسن من شي واحد، فهمتيني؟ حنا كاملين سواسيه، حنا كاملين عندنا لوبجيكتيف واحد، ونحن قادمون. الكلمه ديال ولد الشعب وبطل الشعب كتحفزني، وكتعطيني واحد الحقيقه اخرى باش نزيد نتقاتل،
والحمد لله ما وصلناش داكشي اللي حطينا في بالنا، ولكن كون من بعد تقاتلنا راسنا وما استناش شي واحد يعاون. لا لا يخطيك ولا يكبر بيك، والهضره اللي كتقول انا بصح راه البلاي بار ديال الدراري كيدوي معايا، واخا كنتعصب عليهم واحد الخطره سميتو، ولكن عرفتي العصب اللي كتعصب لك خوك الكبير اللي على مصلحتك. الحمد لله حنا كاملين خوت وكاملين خوتي، وهذا شرف ليا والله. يتوب عليك الساط، ورجال بالرجال ورجال بالله، وديك كلمة قدوة كتزيد تخليني نتريني مزيان باش نجيني باش نكون عند حسن الظن ديال الدراري. راه ما سهلاش تكون قدوة ديال بزاف الدراري. يتوب عليكم عشران، ويا ربي يكون عند حسن الظن ديالكم. هذا هو البلان. شوف اي واحد كيكريتيكي فيك ولا اي واحد كيبغي يهرسك ما تدويش معاه، خلي خدمتك الساط هي اللي تدوي، فهمتيني؟ انت ديك الطاقة ديال الهضرة تخرجها هي في العضلة. هذا هو البلان. هذيك اخويا، وسي نورمال سي نورمال تحسوا بيه، حيت عايشين معايا كلشي، كتعيشوا معايا الحار اكثر من الحلوه، وهذيك الاحساس وديك ديك الرياكسيون ديالي ما جات بدون قصد، فهمتي؟ داكشي اللي حسيت بيه خرج ليا في عيني.